موسم الأعياد وفي موسم الهدايا، وعامة في أعياد الميلاد العادية، في أعياد رأس السنة، في أعياد الحب، في أعياد كتير قوي، في الأنيفرسري، دايما دايما الهدية لغة التعبير عن المشاعر طبعاً. اهتمام الحب التقدير ساعات على فكرة. صح. والحقيقة لما قالوا فن اختيار الهدايا دي مش كلمة كده مجازية، يعني فكرة شفيدة فن اختيار الهدايا. لا بس هو فن. الأداء كان عظيم. ايوه بس هو فعلا فن، لأن الهدية اللي بتجيبها لحد ما تعرفوش قوي مش قريب، غير الهدية اللي بتجيبها لصديق مقرب، غير الهدية اللي بتجيبها لحبيبتك. صح. كاتيجوريز وليفلز ومستويات وارقام مختلفه وبادجت مختلف. اختيار الهدايا، يعني اختيار الهدايا واهميه اختيار الهدايا في العلاقه العاطفيه بالذات هنتكلم. بين المتجوزين الهديه لازم تبقى بمناسبه، ولا الهديه الاحلى اللي بتيجي كده من غير مناسبه؟ الاثنين. دي داخلة دي اتنين تقبلني تجدني. أيوة. لا يعني تجيبي لي هدية من غير مناسبة أفرح، تنسيني في الهدية اللي هي بتاعت المناسبة أزعل. يعني مفيش حاجة فيهم تعوض التاني. ما تفتكر ليش إن أنا جبت لك هدية من غير مناسبة؟ يعني تزعلي وتمسحي يعني كل الحاجات؟ يعني لو جيت في مناسبة ما جبت لكيش هدية، بس أنا قبل كده جايب لك هدية بدون مناسبة، لا ده ما يشيلش ده؟ لا هي طالع واكل نازل واكل، دي هات لي اي حاجه افتكرني بس. ايوه بس انت كده متوقعه ان ده دي عيد ميلادك فمتوقعه. انا احب طبعا الحاجات اللي من غير المناسبه دي تبقى سكر، تبقى جميله. يعني ايه واحد ربنا كرمه بشغلانه جاله رزق، يعني اي حاجه عارفه الحاجات الحلوه دي فيفتكرها. فلما يفتكرها تحس ان هي شريكه النجاح. شريكته في حياته طبعا، شريكته في البركه اللي جايله والخير اللي جايله، ده احساس عظيم. يعني لو الرجاله بس تركز في الحته دي اعظم. لو انتوا جبتوا لنا هدايا برضه الاحساس هيبقى اعظم يا جماعه. مناسبة. هو الهديه طبعًا. خلاص بقت الراجل طبعا. انا بهادي بدون مناسبه، وعلى فكره انا بهادي كل اصحابي بدون مناسبه. طب تجيبي ايه والنبي لو هتجيبي لحد من اصدقائك الرجاله او حد يعني راجل بتختاري له ازاي؟ يعني بتجيبي له ايه؟ لا في حاجه تحير قوي ومحيرين. محيرين يعني انا لما بشوف احنا حد مش محيرين خالص لا والله. على فكره لما بشوف حد من اصحابي محتاج حاجه بجيبها له، يعني لو اقدر اجيبها له بجيبها له. لو حد مثلا محتاج اي حاجه، يعني الرجاله دلوقتي كمان بقوا يلبسوا اكسسوارز، يلبسوا البريسلت، يلبسوا ساعات السلاسل الرجالي اللطيفه، بارفان، حزام حلو. انا محتاج بنطلون جينز يعني. لا ما انا ما اعرفش مقاسك 31 بس انا اكتشفت ان انا ما بحبش هادي في المناسبه، بتكسف وبتكسف. اه بحب هادي اصحابي، خصوصا اصحابي بدون مناسبه. يعني ممكن في المناسبه هي ما تعملش عيد ميلاد، انا انسى عيد ميلادها، انا ما اشوفهاش، انا بسقط الحاجات دي، ما يحصلش ان احنا نتقابل. فبحب ان لو جالي فرصه اني اهادي. طب دي حلوه طبعا. اهادي طبعا. انت عارفه بيبقى طبعًا. احلى كمان ايه هادي؟ يعني انا ببقى مثلا رايح مكان والله شفت عجبتك حاجه شبه الصديق ده بتجيبها، دي البتاعه دي شيري هتفرح بيها قوي بالظبط، او دي كانت هدي هجيبها لها. هجيب لي بدون حاجه هجيب لي من اسيوط. من اسيوط؟ انت رايح جاية. فين؟ انت رايح فين؟ رايح لا هنا إيه؟ رايح هنا والاقصر. الاقصر اللي انتوا عايزينه. ماشي هجيب لكم حاجات. ماشي حلو توابل بقى وحاجات حلوه كده. واتش ات.